في إطار نفس الموضوع يتعلق بالقضية الصحراوية التي صارت تشغل بالنا كجزائريين بسبب أن النظام الجزائري وضع بيضه كل في أحضان إبراهيم غالي ومن كان قبل. في إطار التحقيقات الدبلوماسية وما ينجزه المغرب من تحقيقات أو إنجازات دبلوماسية حقيقة، بلغاريا دولة أوروبية، نعم دولة أوروبية راهي خرجت الآن وعبرت على إشادتها بالحكم الذاتي. خلينا نسمع وزيرة الخارجية البلغارية واش قال. De même sur la question du Sahara occidental, nous considérons le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. إذن استمعت إليها واش قالت. قالت بأنه الحكم الذاتي، قالت بأنه الحكم الذاتي أساس جاد ويعني وذو مصداقية لحل هذا النزاع. هذا أشادت به. تدري وش معناها كي تجيك دولة تقول لك أساس جاد؟ أي ماشي قضية المغرب يا جماعة قال لك نروح نشارك في ندوة، تجيك دولة أخرى والله مشاركة المغرب تدل على أنه هناك جدية، لا، هذا هو مقترح لحل هذه القضية نهائية، وأحمد عطاف منذ فترة طعن فيه، طعن في الحكم الذاتي، واعتبروا أنه فقط جاء من أجل تأجيل أو التهرب كما يقول هو، جاء الحل من هذه القضية، التهرب من الالتزامات. ولكن أحمد عطاف آنذاك اعترف من حيث لا يدري أن الحكم الذاتي اعتبر أخطر تحدي واجه النظام الجزائري. نعم أخطر تحدي حقيقة. خليني أضع لكم فيديو أنت أحمد عطاف وهو يتحدث عن الحكم الذاتي وتشوفوا ماذا يقول. اسمعوا. خليني نقول شيء، يعني هذه تكلمت على سنة 2007 هي سنة تقديم المغرب لخطة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء. هذه الخطة صار لها اليوم 16 سنة في حياتها. دعيني نقول أنه لم يخصص لها لا دقيقة ولا ثانية للدراسة على المستوى الدولي، لأن خطة الحكم الذاتي كما قدمت من طرف المغرب هدفها لم يكن أبدا ولم يكن إطلاقا حل القضية الصحراوية. أهدافها كانت ثلاث: أولا إلغاء الاستفتاء كحل لقضية الصحراء الغربية وحل محله، ثانيا وأد أي إمكانية تفكير في حل سياسي آخر غير الحكم الذاتي، وثالثا حمل المجموعة الدولية إلى التأقلم والتقبل للأمر الواقع المفروض في الصحراء الغربية. هذه هي الأهداف الحقيقية. لكن مجلس الأمن يرحب بمبادرة الحكم الذاتي رحب التي قدمها المغرب عام 2007. لكن هل سمعتي يوما أن مجلس الأمن خصص دقيقة أو ثانية لدراسة هذا؟ لم يحدث أبدا أبدا. لأن أولا فيه نوع من المغالطات، هذه حكاية أنه مجلس الأمن لم يخصص لدراسة هذا المقترح. هذا يبقى مقترح يا جماعة، المبعوث الأممي راه يتحرك من أجل إيجاد منطلق. غدوة لو يحدث هناك قابلية من طرف الجزائري ومن طرف المغربي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتكون هناك نوايا للتنازلات من أجل المغرب، راه تنازل للحكم الذاتي. ما هو التنازل الذي يجب أن تتنازل عنه الجزائر؟ لهذه اللحظة المغرب كان يمارس في الأمور كلها من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة، فضل أنه يتنازل كما يقدم كمقترح الحكم الذاتي، وقال أعطى الأسباب هذا حول الحكم الذاتي بغض النظر عن التحليل نتاعه. لكن ما يؤكد أن الحكم الذاتي شكل هاجس لدى النظام بسبب ماذا؟ لما يجي وزير الخارجية
يهاجم هذا المقترح. يعني لماذا تهاجمه وانت تقول بأن الحكم الذاتي هذا الأمم المتحدة ما اهتمتش به، ولا مجلس الأمن لم يهتم به؟ وان هو اهتمام مجلس الأمن أصلا باستفتاء تقرير المصير من 2007 ما حكى على حكاية تقرير المصير أصلا ولا الاستفتاء، بقيت فقط المينورسو من نهار الأول سموها بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية هكذا كانت اسمها خلوها، كي كبرت هذه المدة ما يجيش عند كبر ويقولوا كنت اسمك عبد الدقة ونسميك مسعود، خلاص خلينا الاسم هذا إلى أن يغادر. فقط هذا وين يذكر الاستفتاء صار يذكر فقط في تسمية المينورسو، هذا ما بقي منه لأن الاستفتاء هذا انتهى. حتى الناس اللي معنيين بالاستفتاء كبروا واللي ماتوا ما بقى إلا القليل، طلع جيل آخر ما عنده تفكير آخر نهائيا أصلا في الداخل، وهم المعنيين بالأمر، اللي معنيين بالأمر هم أهل الداخل والعيون وهذه المناطق. روح لهم وقل لهم أنتم ما مشكم مغاربة، راكم من البوليزاريو، وراح تسمع بنفسك ماذا سيكون ردهم. هذه النقطة. الأمر الآخر أن الحكم الذاتي هذا زعزعهم، لما تجي دول ألمانيا، دول كلها أمريكا، إسبانيا، وزيد سمى النمسا، فرنسا أشادت بالحكم الذاتي، دول كبيرة الآن بلغاريا تشيد بالحكم الذاتي واستمعت إليها، كلها على أساس أنه أساس جيد لإيجاد حل إلى هذا. معناها أنك تقول عليه أساس جيد، أو مش نروح نعتمد على هذا الأساس باش نعترف بجمهورية البوليزاريو في تيندوف، ما كاينش معنى. لما تقول أنه مقترح الحكم الذاتي أساس جيد معناها راهو ممكن الاعتماد عليه كحل هذه الدول. معناها الدول وجهة النظر، شوف النزاعات كلها الدول تضغط هكذا، أطراف معها الطرف هذا وجهات أخرى مع الطرف هذا، وتضغط تضغط تضغط، عندما تطول وتتغير المعادلات الدولية يصير ضرورة إيجاد حل. مثل مثلا المشهد السوري، في البداية دول تخندقت مع ثورة الشعب ودول تخندقت مع النظام، وطالت المدة في 12 سنة، الآن صاروا يقول لك المهم تحل علينا هذه الأزمة في ظهور أزمات أخرى. نفس الشيء المجموعة الدولية الآن تتجه على إيجاد حل وسط يرضي ويغلق هذا، يرضي جميع الأطراف ويغلق علينا هذا الملف. ما هو؟ هو الحكم الذاتي. المغرب لعبها صح، تتفق معاه تختلف معاه تحب وتكره هذا شأن آخر، ولكن كانت حنكة دبلوماسية رهيبة في 2007. هو أدرك وعنده كل المعطيات بأن الجزائر تصرف في أموال طائلة من أجل هذه القضية. الجزائر ما هو هدفها؟ دولة سادسة في المنطقة يا جماعة، دولة سادسة في المنطقة والشعب الصحراوي تقرير مصير والحكايات هذه الفاضية. هو هدفها قطع شريان الحياة للمغرب في اتجاه إفريقيا. يعني لما تدير له دولة تفصل المغرب على موريتانيا، وهذه الدولة تصنعها أنت، يعني غدوة سيادتها تكون بيدك، نظامها يكون نتاعك، ما كانش اللي يستطيع يرفع رأس دولة ناشئة جديدة ضعيفة هشة راح تكون تحت وصاية الجزائر. معناها أنه غدوة شاحنات والتجارة، والجزائر لا تريد المغرب أنه يتواجد في الدول الإفريقية ويتصاعد نفوذه في الدول الإفريقية. خلي نقطع له شريان الحياة من هي كاين المحيط، من البحر الأبيض المتوسط، من هنا نحن الجزائريين، والتحت نحن الجزائريين أيضا عن طريق جمهورية تاع البوليزاريو، يعني خنق للمغرب. وبعد ذلك يتجهوا للشمال، يحركوا حركة انفصالية في الريف، ويحاولوا يخلقوا نزعة انفصالية في الريف، ويزيدوا يخلقوا بؤرة نزاع للمغرب في الريف. الهدف هو تدمير المغرب ومسحه من الخريطة وتمزيقه ويبقى دولة هشة، وهذه انتقام من تاريخي بدا به ما يسمى الكلون تاع وجدة، هذاك من الجزائريين اللي كانوا عايشين في وجدة في إبان الثورة وعندهم حسابات قديمة راكم تعرفوا الكثير منها. إذن بلغاريا تلتحق بالدول التي تدعم المقترح الحكم الذاتي، هي لم تعلن تقول سيادة المغرب على الصحراء، لكن هذه نقطة نزاع، ما قالت الأساس جيد معناها راهي اقتربت عن طريق لصالح المغرب كثيرا عندما تقول أنه أساس جيد. وبذلك لاحظوا الدول كيفاش تتهادى سريعا نحو الحكم الذاتي، والحكم الذاتي هذا المقترح اللي عمره 17 سنة من 2007
17 سنة، راهو الآن يفرض في نفسه فرض، يفرض في نفسه فرض. وأعتقد أن هذه صفعة دبلوماسية بينت ضعف الدبلوماسية الجزائرية، ضعف لهذه الأطروحة نتاع الجزائر لم تعد مجدية. الجزائر قوة الدبلوماسية من أي دولة عربية أولا تكون على المستوى العربي. عندما جي إلى هذه القضية، شكون اللي يعترف بها الدول العربية؟ تعترف بها نظام الأسد، ما لا تشكل له شيئا الآن، ولا وتعترف بها ليبيا في حد القذافي الآن، ما تعني لها شيء. موريتانيا وراهي في المنطقة الرمادية، وشكون؟ الجزائر. يعني الدول العربية كلها مع مغربية الصحراء ومع الوحدة الترابية المغربية، ومنهم دول الخليج الست، وانت جاي تحكي لي على انك كسبت بعض الدول الإفريقية من اجل ان تصفي حسابات مع جارك اللي هو شقيق وعربي مثلك وامازيغي مثلك وبربري مثلك، وقل ما شئت فيه اللي في القواسم المشتركة بينكم، تاريخ مشترك، جغرافيا مشتركة، تخليه وتدخل معه في خصومة وفي صراعات وتتحالف مع دول بعيدة لا تلتقي معك ايديولوجيا ولا جغرافيا ولا تاريخيا ولا فكريا ولا عقائديا ولا أي شيء، وتعطيها الأموال من أجل أن تصفي حساباتك مع جارك الشقيق. مؤسف ما وصلنا إليه إلى هذا الحال حقيقة، أن هذه صفعة دبلوماسية تضاف للصفعات التي يتلقاها النظام الجزائري حقيقة. وما زلنا نسمع، ما زلنا وما زلنا راح نشاهد دول تفتح قنصليات في الداخل والعيون، مشاريع تنموية كبيرة. شوف المغرب أطروحة الانفصال هذه في هذه المناطق قبرها عن طريق التنمية البشرية وعن طريق التنمية الاقتصادية وعن طريق الآن هذه التنمية العسكرية والتنمية الدبلوماسية. التنمية البشرية راهو فتح مدارس مراكز، وراكم شفتوا واش حكيت أنا على زيارتي للعيون، شيء مهول بمعنى الكلمة. عن طريق التنمية الاقتصادية يعني خل افتح المشاريع، والآن جاية مشاريع في إطار هذا نتاع الأطلسي، راي جاية دول وجاية كذا، وراح تتطور الأمر خلال هذه الفترة حتى إلى 2030، حتى الكأس العالم، الأمور راح تتصاعد وتتسارع بطريقة أكبر بكثير. بلغاريا تصفع الدبلوماسية الجزائرية عندما تأتي رئيسة الدبلوماسية وتقول أن الحكم الذاتي أساس جيد، أعتقد بأن هذا مؤشر على أن الدبلوماسية الجزائرية ما عادت تحقق شيئا، لأنها دبلوماسية في أيام زمان كانت تبنى على القناعات وعلى الإرث التاريخي وعلى المال. الآن القناعات ما عندها قناعات، الإرث التاريخي ما عاد يأكل، وهيبتها كدولة عندها تاريخ كبير في الثورة وفي التحرر وكذا راحت، ريحوها هذا متاع العصابات، هذه متاع الناس هذا الفاسدين. بقى عندها المال، الآن المال وحده لا يكفي، ولذلك كما ترون أنه كل مرة تطلع لنا دولة جديدة تصفع الدبلوماسية الجزائرية، والجزائر ما زالت تراهن على عصابة إبراهيم غالي الذين والله ملفات فساد في أعناقهم يندلها الجبين، وما زالت مواقف أخرى سترونها رأي العين. واذكروا كلام الجد.